لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت يا صاحبي روح شوفها الاول، هتلاقيني مجمعها في فيديو مدته 17 دقيقه. بيبدا الجزء ده بجيسون والغين الاشرار وما الى ذلك. السي سي جي بتكتشف انها فقدت السيطره على الحي ال11، وده بالمناسبه في مقر جيسون وغيره. المهم ظهرت منظمه غيلان جديده تدعى شجره الاوجري، وهدفهم القضاء على السي سي جي واظهار قوه الغيلان وانهم اقوى من البشر. يرؤس هذه المنظمه شخصيه تدعى البومز والعين الواحده، واللي تعتبر نص غول. من اهم الاعضاء هو جيسون، واللي كان محبوس قبل كده وبيتعرض للتعذيب والتجارب من قبل السي سي جي، وايتو كمان، واللي يعتبر اخو البت توكا، واللي ابوهم مات وهم صغيرين. المهم منظمة الأوجري بتخلص على المحققين في الحي ال11 وغيروا وجهتهم للحي ال20، وده عشان يعرفوا سبب مقتل ريزي الغامض. وكان أول محطة ليهم طبعا هي الأنتيكا. واحد من الغيلان وظهر إنه كان بيحب ريزي بيروح الأنتيكا وبيقابل كانيكي، بيشم منه ريحة ريزي، بيقول له هو أنتوا في حاجة بينكم ولا إيه؟ كانيكي اتدربك كده وقال له حد الله بيني وبين الحرام، دي الطهرة ريزي يا عم. قال له أمال هي فين؟ كانيكي لسه هيقول له إنها ماتت لكن لاحظ إنه هيتأثر، فقال له دي مختفية بقالها فترة كده. وبينما يدور الحديث الشيق بنلاقي واحد نازل من فوق وبيقتحم المكان وبيضرب الراجل ده، والمفاجأة طلع آياته أخو توكا. توكا اتصدرت له بحكم إنها أخته الكبيرة وبتقول له إيه اللي جابك هنا؟ وبوم لقينا يا عم الحاج جيسون دخل علينا. شكلها تبقى مجزره. جيسون لسه بيقول يا هادو وبيمشي، قام شام ريحه ريزي، بص لكانيكي ومستغرب ايه اللي جاب ريحه ريزي هنا، فبيقرر بكل هدوء انه يخطف صاحبنا كانيكي. توكا بتهجم عليه ولكن جيسون يا جماعه بيطيرها وبيمسك كانيكي من رقبته بيلعب بيه ولكنه لعبه في ايده، بيدوس على بطنه. كانيكي بيصرخ من كتر الالم، كانيكي عينه بتتحول. جيسون ساعتها اتصدم، عينه واحده وانت نص غول؟ لا تعالى لي بقى. طلع الكاجون بتاعه وخرمه. توكا بتهجم عليها، ما اخوها طلع لها وبيدافع عنه، بيهجم على اخته وبيوقعها، وعارف كويس قوي ان هي لو جيسون مش هيرحمها. جيسون مسك كانيكي تاني بيضرب فيه، ده مش بيضرب بس، ده بيعذبه، كسر الكافيتيريا كلها عليه، دم في كل حته. جيسون ما عندوش ولا ذره احساس فعلا. الغلاني التانيين المنظر صعب عليهم ومتضايقين من الموقف، كانيكي غرقان في دمه وخطفه بالفعل، ورايحين تاني المقر بتاعهم في الحي ال11. من جانب تاني سي سي جي بتقرر انها تعمل حمله كبيره جدا على الحي ال11 وخصوصا على مقر الغلاني اللي هناك، جاهز كل قواها ومنطلقين لهناك. مدير الانتيكا بقى بيرجع من بره ومعاه يومه، ولكن بيكتشف اللي حصل، بيقرر انه يقفل المكان لفتره كده وانهم مالهمش علاقه بكانيكي تاني. توكا اتفاجئت انه بيتعصب وبيقول له انت بتقول ايه يا عم الحاج، انت كانكي مين اللي نسيبه؟ في اللحظه دي توكا بتقول انا رايحه، لو ما فيش حد هيجي معايا هروح لوحدي. نيشكي كمان بيقول لها انا جاي معاكي. المدير بيقول لهم انا كنت متاكد على فكره من كده، انا بس قلت لكم الكلام ده عشان تعرفوا ان حياتكم هتكون في خطر، وقال لهم في واحد كمان عايز يجي معاكم. بيفتح الباب وبنتفاجئ جميعا انه تسوكو ياما. المهم كلهم رايحين ينقذوا كانكي، ولكن صاحبنا كانكي بيعيش أسوأ ايام حياته. جيسون حبسه في مكان كده ومسلسله في الكرسي، بيعذبه بطريقه بشعه جدا، بيخليه يعد تنازلي من الالف وبفارق 7 اعداد، يعني كل شويه بيطرح 7، ولو الرقم غلط بيقطع صابع من صوابعه. كانيكي بيعيط من كتر الالم، جيسون بيقطع في صوابعه، كانيكي بيصوت من كتر الالم، ايه كميه القسوه دي يا جدعان؟ لا وكمان بيقول له وصلت لحد فين، كميه قسوه ولا مبالاه غير طبيعيه. وبينما يتالم كانيكي، جيسون بيكشف عن حاجه مهمه جدا. بنعرف ساعتها اللي حصل بين كانيكي وريزي حصل بسبب تجربه متعمده من قبل دكتور اسمه كانو، يعني اللي حصل ده كله كان متعمد اساسا، ودي كانت اول تجربه ليه واللي نجح فعلا انها تطلع نص غول. بعدها جيسون بيطلع ام 44 وبيقول له ايه رايك نحطها في ودانك؟ حطها في ودان كانيكي فعلا، كانيكي اتجنن بيتنطط من اللي بيحصل جوه دماغه. جيسون مستمتع من اللي بيحصل وما عندوش اي ذره رحمه. كانيكي بيقول له اقتلني، ابوس ايدك كفايه عذاب لحد كده، اقتلني. في اللحظات دي كان صحاب كانيكي جايين عشان ينقذوه، بس بيلاقوا مجزره وسي جي هما كمان كانوا موجودين وفي حرب شغاله بره. تنكروا هما كمان بلبس الاوجري ودخلوا في وسطهم وحتى كمان قتلوا منهم، والبومه كمان بيطلع لاول مره. نرجع بقى لجيسون واللي بيحط كانيكي تحت ضغوط نفسيه تانيه، جاب له اتنين بيحبوا بعض وما لهمش ذنب في اي حاجه، وبيقول له اختار مين يعيش، لو ما اخترتش الاتنين هيموتوا. كانيكي مش عارف يعمل ايه، مش راضي حد يموت بسبب اختياره، بيقول لنفسه انا مين عشان اقرر حد يعيش ولا يموت. جيسون قال له طيب انا هخليك تختار. راح عند البنت ومسكها يا عيني، بيفعص في رقبتها، البنت هتفطس في ايده. حبيبها كمان جنبها يتجنن، بيبص لكانيكي وبيتحايل عليه، بيقول له اختارني انا يا كانيكي بسرعه اختارني انا، ولكن كانيكي خلاص مرعوب، الحيره والرعب ضغطوا عليه ما بقاش حتى قادر ينطق بحرف واحد. وحدث بالفعل ما هو متوقع، البنت ماتت في ايده وقتله كمان قدام عينه. اللحظه دي كانيكي بينفصل عن العالم كله، بيتخيل ريزي وبيتكلم معاها، قال لها ايوه انا ما كنتش متقبل وجودك في الاول، بس خلاص انا دلوقتي بسلمك نفسي، انا اكبر حقيقه الغول اللي جوايا، انا خلاص زهقت من العالم كله بما فيه. وبالفعل جيسون راح لكانيكي تاني، لا شعره بقى ابيض. جيسون بيقول له انا هموتك، السي سي جي بره محوطين المكان ولسه بيهجم عليه لان كانيكي كسر السلاسل وهو اللي بيهجم عليه وانقلب السحر على الساحر. جيسون دلوقتي هو اللي اترعب، بيقول لنفسه مين هو الشخص ده، ده مش كانيكي ده واحد تاني. بيهجموا على بعض، بيقول له اي الم تاني يعتبر لا شيء مقارنه بالالم اللي انت سببته لي. جيسون بيتعصب جامد وبيتحول التحول النهائي بتاعه، كانيكي بيفادي جميع ضرباته، بياخد ضربه منه ولكن بيقوم تاني، بيطلع الكاجون بتاعه، بيقول له دلوقتي دوري في اللعبه يا اخويا، هجم عليك، كميه قوه رهيبه جدا، تحركاته فظيعه وهجماته رائعه، وبطريقه مبهره كسر له الكاجون بتاعه، بيطير في السماء وبينقض عليه. دلوقتي كانيكي هو اللي بيعذبه، بيقول له كم ناتج طرح 7 من ال1000، بيعذبه بنفس الطريقه اللي اتعذب بيها، وكمان بيعمل نفس الحركه بتاع جيسون. كانيكي بيطلع الحشره من دماغه وبيبص لجيسون وبيقول له ايه رايك اماكلك؟ بالفعل كانيكي اكل جيسون، كانيكي بيتحرر اخيرا وبيلبس القناع بتاعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، لو عايزين ننزل فيديو جديد ورونا دعمكم الاسطوري بقى من لايكات واشتراكات وتعليقات حلوه، عايزين ان شاء الله نوصل الفيديو ده ل 100 لايك وخلاص، انا تاني ما فاضلش كتير على 1500 مشترك بس كده. كان معاكم اخوكم
لكم متوحد انمي، وسلام.